بيبا وسوزي وداني باللعبة الدوارة. مستعدون؟ مستعدون. إذن هيا بنا. جورج ما زال صغيراً على اللعبة الدوارة، لذا يلعب بالأرجوحة. ها هي الأرنبة ريبيكا مع أخيها الصغير الأرنبي ريتشارد. مرحباً جميعاً. مرحباً. هل أستطيع ركوب اللعبة الدوارة؟ اصعدي يا ريبيكا. لندورها بشكل سريع جداً. الأرنب ريتشارد يريد ركوب اللعبة الدوارة. اصعد ريتشارد، يعني أننا لن نسرع في الدوران. يستطيع ريتشارد اللعب مع جورج. ريتشارد، أتود اللعب مع جورج؟ لا، جورج لديه ديناصور مثلك، لنذهب ونراه. الأرنب ريتشارد بنفس عمر جورج. ريتشارد يريد رؤية الديناصور. ديناصور. جورج، أيمكن لريتشارد اللعب بديناصورك؟ لا. ريتشارد، أيمكن لجورج اللعب؟ لا. جورج وريتشارد لا يريدان مشاركة ديناصوريهما. جورج، اللعب سيكون ممتعاً أكثر لو شاركته. كان هذا لطفاً من جورج. ديناصور. جورج لا يحب المشاركة. ريتشارد، دع جورج يمسك الديناصور الآن. ريتشارد لا يحب المشاركة أيضاً. لما كل ذلك البكاء؟ جورج وريتشارد يبكيان دائماً عندما يلعبان معاً. إنهما صغيران جداً على اللعب بشكل لائق.
جدي؟ أوه، ما هذا؟ انظر، هناك وحش فظيع علي. وحش. هذا ليس وحشاً، إنه مجرد حلزون. أوه، إلى أين ذهب؟ إنه يختبئ في صدفته. هذا هو مكان عيشه؟ أجل، إنه منزله. انظر، إنه يخرج ثانية. أهلاً سيد حلزون. يا جدي، هل سيد حلزون لديه سرير في منزله؟ أوه، لا 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 يا بيبا. لو كنت حلزوناً، سأمتلك سريراً وأيضاً طاولة وكرسياً وثلاجة وتلفازاً كبيراً. جدي، ماذا تأكل الحلازين؟ حسناً، إنها في الغالب تأكل خضرواتي. أوه، أوقف هذا أيها الحلزون الشقي. جدي، أنا وجورج سنلعب كالحلازين. يمكن للسلال أن تصبح أصدافكما. الآن تبدوان مثل الحلزون الشقي. وأنا سوف أقوم بأكل كل خص جرانبا بيج وأنيه. ابتعد عن خصي العزيز أيها الحلزونان الشقيان. وعندما يصيح بي جرانبا بيج، سأختبئ في منزلي. أجل؟ مرحباً، هذا أنا دادي بيج. مرحباً دادي بيج. أضغط على الزر أيضاً؟ بالطبع يا بيبا. أجل؟ هذه أنا. أهلاً أنا، هيا. مكتبي في الطابق العلوي، علينا أن نصعد بالمصعد. أيمكنني الضغط على الزر؟ أظن أنه دور جورج. اضغط على الزر الأعلى يا جورج. سأخذ المصعد بيبا وجورج ودادي بيج لطابق عال جدا. واو! الطابق العلوي، ستفتح الأبواب. هذا هو مكتب دادي بيج. مرحبا جميعا. مرحبا دادي بيج. مرحبا بيج. سيد أرنب وسيدة قطة يعملان مع دادي بيج. لقد أحضرت زائرين مميزين معي اليوم، بيبا وجورج. لقد تشرفت. هيا لنبدأ الجولة. سيد أرنب، أيمكننا البدء بمكتبك؟ بالتأكيد يمكننا. وظيفتي تتعلق بالأرقام. أحصل على أوراق مهمة جدا، ثم أخذ طابع الختم وأقوم بختم الأوراق. واو! وظيفة سيد أرنب رائعة جدا. هل أختم بعض الأوراق؟ بالتأكيد سأجد لك بعض الأوراق. لقد وجدت البعض. ربما سنستخدم أوراقا أخرى، تفضلي. تحب بيبا استخدام الختم. أحب القيام بوظيفة السيد أرنب. لنكمل الجولة. التالي لدينا وقود ومنفاخ ومغسلة سيارات آلية جديدة. أريد مصاصتين مثلجتين. بالتأكيد. مرآب الكلب الجدي يبيع الكثير من الأشياء كالمصاصات المثلجة. شكرا. وداعاً. وداعاً. أحب سيارتنا. وسيارتنا تحبنا أيضاً، صحيح؟ يا إلهي، توقفت السيارة. ماذا حدث؟ إنها لا تدور. أنا أعرف، سأتصل بالكلب الجد. هذا أنا الكلب الجد. ساعدني، لقد تعطلت سيارتنا. داني، لدينا مهمة إنقاذ. إلى الإنقاذ. إلى الإنقاذ. انظروا، ها هو داني والكلب الجد. مرحبا. الكلب الجد يعرف ما يخص السيارات. أهو شيء خطر؟ لا، لقد نفذ الوقود منك.
ماذا سنفعل؟ لدينا وفرة من الوقود في مرآبي، سأسحبك. يسحب الكلب الجد سيارة بيبا إلى مرآبه. يملأ الكلب الجد سيارة بيبا بالوقود. شكراً أيها الكلب الجد. ها هما الحمل سوزي ووالدتها في سيارتهما. مرحباً بيبا. مرحباً سوزي، لقد نفد وقودنا والكلب الجد أنقذنا. واو، إن هذا مشوق. أراك لاحقاً. أراك لاحقاً. أظن لدينا واحدة في درج المطبخ. ها هي عدسة مكبرة حقيقية. واو، وكيف تعمل؟ تمسكين بها أمام الأشياء فتبدو أكبر. العدسة المكبرة جعلت السمكة الصغيرة أكبر. أيمكنني التجربة؟ واو، العدسة المكبرة تجعل عين جورج تبدو أكبر. والآن كل ما تحتاجانه هو لغز قابل للحل. أبي، وماذا يكون اللغيز؟ اللغز هو شيء يبرع المحققون في حله، مثل إيجاد الأشياء الضائعة. صحيح، يمكننا إيجاد ديناصور جورج، إنه كالعادة يضيع دائماً. ديناصور. السيد ديناصور ليس ضائعاً. ماذا عن نظاراتك يا أبي؟ فأنت تفقدها دائماً. ليس اليوم، أنا أرتدي نظارتي. هذا ليس عدلاً، لا يوجد أي لغز. أتودين أن أبتكر لك لغزاً؟ أجل، أرجوك. دادي بيك سوف يبتكر لغزاً. الآن ما الذي على الطاولة؟ سمكة صغيرة، تيدي، صندوق صغير، والسيد ديناصور. هذا صحيح، الآن انظري جيداً واحفظيهم عن ظهر قلب. سمكة صغيرة، تيدي، صندوق صغير، والسيد ديناصور. أتتذكرينهم؟ أجل. حسناً إذن، الآن فلتخرجوا للحظة، سأناديكم عندما أنتهي. يبدو لي أن أبي يصعد على السلم، وهو الآن ينزل مجدداً. حسناً، يمكنكم أن تعودوا للداخل.
بيبا وجورج ينهيان فطورهما. ما هذه الضوضاء؟ سيد ثور عامل النفايات. أهلاً سيد ثور. مرحباً جميعاً، علي الذهاب، سأجمع القمامة. وداعاً. وداعاً. أفرغ سيد ثور صندوق القمامة. جيد، هيا لننظف مكان الفطور. هل نساعد يا أمي؟ أجل يمكنك. لنرمي الزجاجة الفارغة في القمامة. بيبا توقفي. ماذا؟ نحن لا نضعها في صندوق القمامة، يمكن إعادة تدويرها. ماذا يعني هذا؟ الأشياء التي لا تستخدم ثانية نضعها في صندوق القمامة للسيد ثور. لكن الأشياء التي تستخدم ثانية نضعها في صناديق إعادة التدوير. الصناديق الحمراء للصحف، والزرقاء للعلب الصفيح، والصناديق الخضراء للزجاجات. بيبا، لديك زجاجة، في أي صندوق ستضعينها؟ في الأخضر. أجل. هذا ممتع. الآن حان دور جورج. أتجد صحيفة للصندوق الأحمر؟ جورج يريد إعادة تدوير صحيفة دادي بيج. أنا لم أنتهي من صحيفتي بعد يا جورج، خذها بعد دقيقة. أوه حسناً، تفضل يا جورج. توضع الصحيفة في الصندوق الأحمر. بعد أن قمنا بجمع الأشياء سنذهب لمركز إعادة التدوير. مرحبا، هيا بنا.